للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من عمان الاكاديميه والباحثه في العلاقات الاقتصاديه الدوليه الدكتوره هدى فالح الكبيسي. دكتوره هدى، بدايه مرحبا بك. الرئيس الامريكي دونالد ترامب قال انه سيفرض عقوبات على بغداد في حال طالبت الحكومه رحيل قوات بلاده من العراق. ما اشكال العقوبات المحتمله التي يمكن ان تفرضها امريكا على العراق؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى الساده المشاهدين. اهلا بك. يعني غاب عن السياسي العراق نقطه مهمه جدا، أننا في الفترة السابقة، الفترة التي تم فرض فيها العقوبات على إيران، كنا في ظل استراتيجية تغذية النزاعات الخفيفة. الآن تحولت هذه النزاعات الخفيفة إلى صراع، وهذا الصراع أدى به إلى أن يأخذ الرئيس الأمريكي ترامب أنه يخلط العقوبات اللي هي جزء من لعبته المفضلة في مجمل العلاقات الدولية. وبالتالي ان تسليط هذه العقوبات على العراق كما ذكرتم في تقريركم ادى في المرحله الاولى اليوم الى ارتفاع اسعار الدولار، من جهه اخرى الى احتماليه وهي احتماليه وارده جدا الى انهيار اقتصاد العراق. نعم، اكيد توجد هنالك مشاكل كثيره. وضع العراق والحكومه العراقيه وضعت العراق وكفه العراق أمام شيء وهو متغير غير معروف، وبالتالي نحن في خضم مجموعة من الصراعات التي قد تودي بالبلد أكثر مما هو هش وأكثر مما هو في تراجع مستمر، وبالتالي سوف لن تقوم قائمة له عند تطبيق هذه العقوبات. البعض يتساءل يعني هل تتحمل الموازنة العراقية المحملة بمليارات العجز، يعني هل تتحمل هذه العقوبات الاقتصادية؟ يعني صحيفة واشنطن بوست الأمريكية يعني حذرت من وضع كارثي في حال رفعت أمريكا عن العراق الاستثناء من شراء الغاز الإيراني. دكتورة هدى، يعني ما التكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي يعني سيدفعها العراق في حال منعت أمريكا الغاز الإيراني عنه؟ نعم، بادئ الأمر خلينا نشير إلى CNBC الأجنبية الخاصة بالاقتصاد، أشارت في المقالة لها الافتتاحية، خلي أترجم الكلام، تشير إلى أنه ترامب يهدد بفرض عقوبات على العراق كما لم يسبق له مثيل من قبل، وبالتالي هذا سوف يؤثر، وكما أشرت حضرتك إلى أنه سيمنع العراق من استيراد الغاز إلى آخره. ولكن لنرجع إلى الموازنة وإلى الفقرات التي تخص هذا الموضوع، يعني إحنا من المتوقع كان على الأساس أن العراق في 2020 سيحصل على إيرادات نفطية تصل أو ما بين 108 مليار إلى 114 مليار دولار، وبالتالي هذا الرقم لو تم حجزه بسبب العقوبات سوف هذا يؤدي إلى نتائج كثيرة. هذه النتائج ستتمثل بعدم إمكانية واستطاعة دفع أجور ورواتب الموظفين، عدم إمكانية الاعتماد على الغاز وإلى آخره كان مستورد إيران لتغذية المولدات الكهربائية وإلى آخره الطاقة الكهربائية في العراق، إضافة إلى ذلك إلى أن هذا سيكون الوضع طاردة الاستثمار في العراق لأنه سوف يكون بيئة غير آمنة، وهو أساسا يعني كان في الفترة السابقة متضعضع ما بين هذا وذاك، الآن أصبحت الأمور جدا واضحة كما ذكرتم أيضا في تقريركم أن هنالك بريطانيا شيفرون إلى آخره. طيب، كثير من هؤلاء الشركات. دكتورة هدى، يعني ما مدى خطورة يعني القرار الذي يوقف التعامل المالي مع العراق؟ أكيد إيقاف هذا، يعني إحنا الآن في مشكلة، يعني خلينا نوضحها بالشكل التالي، نحن الآن في مشكلة أساسية إنه كنا في موازنة 2020 العجز فيها كبير جدا، الآن إذ تم حجز هذه الأموال وبالتالي خروج 117 مليار دولار اللي هو معروف على الاقتصاد النفط، اقتصاد العراق اقتصاد ريعي معتمد فقط على النفط، على الرغم من عدم إشارة الرئيس ترامب بأنه سوف يعني يعتمد على النفط وصناعته في العقوبات، ولكن لا محال من فرض هذا الشيء على العراق لأنه هو الشيء الوحيد الذي يعتمد عليه. فبالتالي أن ما موجود من برلمانيون وما موجود من حكومة في العراق الآن لم يفكروا هؤلاء لا في
بأنهم سائرون قدما إلى نحو انهيار الاقتصاد الكلي، وبالتالي سوف لن تقوم له قائمة كما ذكرت قبل قليل، وإن جميع هذه الأشياء التي قد تحدث قد أيضا تجعلنا أن نفكر هنالك استهداف يمكن أن نأخذه بنظر الاعتبار من قبل إيران في ناقلات النفط والبنى التحتية للطاقة ولا آخره، مما ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط أكثر وأكثر، وهذا ما شاهدناه في هذا اليوم، وصلت حوالي إلى 70 دولار برنت، وكذلك غرب تكساس إلى 63 دولار. ربما أيضا هناك تداعيات اقتصادية أخرى. رئيس البرلمان في العراق محمد الحلبوسي يقول إن المجتمع الدولي قد يوقف التعامل المالي مع العراق. يعني أيضا النائب فائق الشيخ علي قال إن قرار العقوبات هو جاهز على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل توقيعه. يعني دكتورة هداب، هل يمكن تمرير العقوبات الأمريكية على العراق بهذه السرعة؟ يعني ما سرعة الأثر الفوري لتمرير هذه العقوبات فيما لو وقعها أو وقع عليها الرئيس الأمريكي؟ نعم، يعني إحنا نعرف أساسا هنالك قانون هو قانون مكافحة خصوم أمريكا عبر العقوبات اللي هو مختصر بكافتا، وبالتالي أنه هذا القانون هذه المكافأة لمكافحة خصوم أمريكا عبر العقوبات اللي بدأنا فيها في خلينا نقول بدأت فيها أمريكا بالنسبة إلى إيران، وأيضا ستبدأ فيها مع العراق، وبالتالي يمكن تطبيقها. يعني أنا أتعجب في بعض الأحيان أن هنالك كثير من المحللين يقولون أن المسألة بعيدة، لا هي ليست ببعيدة، هي ممكن تطبيقها، وبالتالي عندما سيحن هذا الوقت ذاك الوقت سيكون هنالك حديث آخر، ولكن يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار بعض الاحتياطات في هذا المجال. لماذا ندخل في هذا الجزء وفي هذه الجزئية ونحن أساسا لسنا متحضرين ولا متهيئين إلى مثل هذا؟ يعني الآن تفكر بأننا نريد سيادة العراق، من حافظ على هذه المحافظات عند تحريرها؟ من كان يؤمن الغطاء الجوي؟ أليس التحالف بأجمعه وأليس الطيران الأمريكي؟ لم يفكر هؤلاء البرلمانيون والحكومة العراقية بأنها انتهاك للسيادة العراقية. الآن أصبحت هذه انتهاك للسيادة العراقية، يعني أيضا الكيل بالمكيال أصبح ديدا العراق والعراقيون والحكومة العراقية. يعني إذا لابد من أن نفكر لصالح البلد ولصالح الاقتصاد، ويجب أن ننتبه بعدم اتخاذ قرارات سريعة في هذا المجال. من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هدى فلح الكبيسي، شكرا لك.